نعود مرة ثانية للأديب الأستاذ جمعة الشرار، حياك الله مرة ثانية شاعرنا الغالي. نوصل المايك. مجموعة من الأبيات على الدار وزمن التهجير. نعم الله لا يعودها إن شاء الله، إن شاء الله ما تبقون بأمن وأمان، نقلب صفحة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. فأقول بصدور رحبة ولا نرضى الجراح عقاب، أي أيوة والله كلام يوم النقول وما وراها عقاب. الموت واحد ولا خابط حدان عقاب، والظل ما يستول من العصع واجي، اي أيوة والله وجاده وهلب العسر والمنسف عواجي. عنيت لفراقكم عنات العواجي، ذليت يا شبتي وين اللي يجيب عقاب. اي أيوة والله اي أيوة والله. وبدارهن وحسبنا هالزمان غراب، واجرى علينا كثير من الامور غراب، شمس الاجاويد دلت على المغيب غراب، مسكين غدر الوقت اجهز عليهم كر، واحنا طبعنا تجرنا بالمكارم كار، العاشر صقور يبنى بالمعالي وكار، والعاشر غراب لابد ما يصير غراب. اي والله اي والله اي والله. وتعيش واوصل سلامي على ديار الاحبه واهل، واذرف عليها من دموع الثكالة وهل، ومرغ ثيابك سماد من المناصب وهيل، وقول لها يا دار بسيوف الصوارم نعود، ونحسب الأيام ساعة بساعة ونعد، خل تفرح الدار قررنا نجيها ونعيد أمجادك يا غبرة مثل البدر تجلى. والنعم والنعم والنعم. ودار الجفوها هلي جافت معانيها، خلت قلاب بقهر حسرة معانيها، ما زال عندك سوى قرومك معانيها، يا حيف تطمين العالي قبل سورج. عن ذال عايش بنقول بوجهك، عن ذال سكنوك ولا منهم حدا سرج، ما زال بحتي على شرار الخلق سرج، اجدامي صوبك بعد حرمة معانيها. ودار الجفوها هلي اضحت رماد طلال، ما مرها موسم مطار لا ندى بيها طلال، ناقة رماها العطش وقت الورد وطتلال، من لوجة الروح بس تذرف دموع هلال، واصبغ هدوم عليها شمايه الهلال، يم عزب الضيوف بالبن ورحب وهلال، زيحي غبار الزمن بان الفجر وطلال. وانا وقلبي المعلم على المواجيع بكينا دموم يوم انحل الوداع، جملة سنين مرة ما ادري شلون بس من طيب اهلهن مرة نبساع. الله. واشوف الزمن ما يثبت على حال، رفع كف اللئام وذل الاسباع. اي والله. بالك لا تصير بايدهم سيف والحاجة تسفنهم تصبح شراع، الرضع تحمل اش بدلوا ذيب، طاح بضرع امه بيوم ما جاع. اي والله. يجيك انشاف ايامك مجب لا تشتفى بيك ان طحت ما جاك فزاع. الله. اصبر على الحوادث الصبر واعين، وانصت لليالي باذن سماع، لابد للجواد الجامح عنان تحت اصرار عزمك قوه ينصاع. قبل شياب والعائل زجروه، الحرام اليوم شايب اشترى تباع، ربع الطين بس تحمل مظالين، ورباع اليوم مرمر ذله ارباع، يجعدون الغلب صدر الدواوين، وبربعه الطين حق الفقره ما ضاع، أطباع البشر تخفيها الانفوس ينفضح الجبان انخلجة اضلاع، كنت مغشوش بس صحتنا لسنين، الايام فضحت وتكشف اقناع، الشريت بالذهب هو الغدر بيك، برخص ثمن بيك اشترى وباع، واذا ردت التشلبه الذل الارقاب، ترى الناس الشريفه القاض بالقاع، ترى الناس الشريفه القاض بالقاع. وهلي هل سيوف الصحابة طاحن لهم، ايه وهل عوج المناسف طاحن لهم، هل لو مال وقته طاحن لهم تراب وما نمدن على الجناب، وسلامتكم. كفو كفو كفو، بارك الله بيك، تعيش وتسلم، تعيش يا ابو محمد استاذنا العزيز الاديب جمعة الشرار، بارك الله بيك على هذه الابيات الجميلة، وان شاء الله دائما حق الفقرة ما يضيع دام عندنا اصوات تصدح بالحق مثل صوتك الرائع. بارك الله بك مرة ثانية، وما شاء الله شرقاط رجعت معززة مكرمة بسواعد رجالها بسواعد ابنائها الغيارة، وان شاء الله يعني نشوفكم دائما فاتحين هذه الديرة لكل اهلنا بصلاح الدين وعموم عراقنا. بارك الله بك.